بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، إن الحمد لله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن يتبع بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، 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 واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وآل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد، ما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ على بركة الله، نتابع مع شرح الأخبار والدرس الليلة الثاني والأربعين، درس الليلة الثاني والأربعين من سلسلة شرح الأخبار. والحمد لله أولا وآخرا. بسم الله، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فرائض الصلاة وسننها، فرائض الصلاة قصدها معا، تكبيرات الإحرام والحمد معا. الله قال على النصر وفرائض هلهم له عدهم 15 تقريبا، وعند بعضهم 14، وعند بعضهم شو 20، ولكن الاختلاف فيه اختلاف بسيط يعقب يتفصل لكم إن شاء الله بعدين. إذن أولا بعد يعنيتها لا بد من حضره يصلي وأنه مصلي الفريضة، عود مستحضر أنه لله يصلي الظهر مثلا صلاة المعينة يعود عارفها، ما أنه لا يوقف طول يعرف كان الظهر ولا العصر ما يصح، لا بد من يعود متحدد في قلبه هذه الصلاة شنه، هل هي ظهر، هل هي عصر، هل هي مغرب، هل هي عشاء، هي الصبح. كذلك لا بد من يعود قالها وعاد ناويها ودخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، لا بد من يكبر تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يزيو عنها غيرها. إذا قال الله الأعظم والله العظيم والكبير المتعالي والله الأعز الأكبر ما يصح عند المالكية، لا بد من يقول الله أكبر كما ثبت عن رسول الله أنه كان يقول هذا الكلمة عندما يدخل في الصلاة. كذلك يعدل يا كامل لي تكبيرة الإحرام ويعدله هو واقف، ما يعدل مازال قاعد وبعدين يوقف، لا، نيتها والإحرام لها والقيام لها هذا كامل عدل واجب، يصطحبه كامل عدل واجب. وكي قلت لكم الليالي الماضية أن النية هون ما شرط التفاصيل، ليك نيتها الفريضة وهذا اللي عليه فريضة وهذا يوم كذا وامتثال، لكن من التطويلات حد يخليه لا ظهرته والله أكبر، لكن غير من التفاصيل ما هو مطلوب، لكن لا الوسوسة. كذلك واجب عليه يقرا الفاتحة، حد صلى ما قرا الفاتحة يلي العود إمام والله وحده هذا صلاتهم ما تصح، ركعة ما قرأت فيها الفاتحة يقصر ما يخالق لا يقبله الله.
إلى عاد وحدك والاعتماء إلى أنت الصنام. قال مالك ورواية مانعة عند أحمد وعنى أبي حنيفة قاع الشد منهم والشافعي هذا قالوا على النقل لابد لك من معناها أنك تعود مأموم ما شرط عليك تقرأ. وقال أبو حنيفة الفاتحة لا تجيب أصلا قاع فاتحة قاع ما يواجب قاع. وقد بعض منكم يقول اسم الحالة ما تجيب الحديث الصحيح يقول لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب. قال لي لا صلاة قاع عندهم فيها عدة مسائل. واحدة على أن حديث الأحادي هم يعتبروه على أنه ما يثبت الأحكام إلا الفرعية ما هي الأصلية. هذا مجال أصولي بعض منكم ما هو سامع به قاع. قال أنه هو متمسك بآية من القرآن تقول فقرة وما تيسر منه. وأن هذا دليل قرآني على أن المطلوب منك ما تيسر ولا يشترط فيك الفاتحة ولا غيره. وأن الحديث بيان للقرآن وأنه هذا الله يبين الله يعود لنا معناه أن تعود الفاتحة ولا صلاة أي لا صلاة كاملة يا غير ما يجد يعود عينه على نصلة قاع كاملة باطلة. إن الله يجد يعود الأحاديث مبين أنها النصلة أنها ناقصة لما تعود فيها الفاتحة يا غير أنها باطلة. لا وهذا مثارته عنده لكن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإحنا جابر حديث جبريل الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته ولا في قاع أن تحب لأحد ولا تكره لأحد. قالوا فدل على أن هناك شيء لا بد منه في الإيمان وهناك أشياء من كمال الإيمان ولا يؤسس عليها الإيمان. الإيمان الصح من دونها وتعود هي تكملة ما هي أساس. وكيف حديث الأسرة ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. قالوا هذا الحديث ما يجد نحمل بعد أن حد كافر إنك ليسك شبعان وشارك ما بيت فلوسه إنك تعود خرجت من الإسلام هذا ما قال به قول. أن هذه الأمور لا من باب نفي الكمال وليست نفيا لأصل الشيء. وقاموا يبطوا على الهيه جاوها من جهة نفي الكمال لا نفي الكلية الكل ما هم نافينه. يا غير قالوا معناها نقدوا نقبلوا لكم أن الصلاة هون ناقصة يا غير أن تعود من الصوفة ما هي خارجة دون هش. يفهمتوه قال مالك شوف واجبة بعد قال لا على الإمام وعلى الفذ حد ماموم ما يقراها إلى قراها ما هي ضارت وقال ما فلا تواجب علي بهاش. وإذا قرئ القرآن تتفرق الناس فاستمعوا له حملها على الصلاة. قال استمعوا تعني الماموم وقرئ تعني الإمام فحكم الماموم الاستماع وحكم الإمام القراءة. قلوا بالتالي وزع بيناتهم النص. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ جاءوا واحدة الاخرين وقالوا انا قاعد نعود نصلي ورا الامام ونصبر عنه لنقول ورا الضالين ونقول انا امين ينكتب لي على اني قريت الفاتحه. وان حتى يورد فيها لا صلاه لمن لم اقرا بفاتحه الكتاب نقول له قريت اقبل. يقول لي والله ما قريت. ثبت الله امين وتو. نقول له امين قاع كافيتي من الفاتحه اكتب لي مولانا اني قريتها. يقول له هذا دليلك شنو يكتب لك انك قريتها انت ما قريتها. نقول لهم مين اللي مولانا؟ قال عم موسى عليه السلام انه قطد على فرعون وانه عاد احيا اخوه هارون. اللاني نقول ربنا اطمس على اموالهم يقولوا امين واشدد على قلوبهم يقول امين فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قالوا امين. علق دار القران قال قد اجيبت دعوتكما مع ان هارون لم يدعو وانما امن فاذكر الله انهما دعيا. انهم كلهم ادعموا لنا مع هارون ما تخطى امين. فاستدل به من العلماء من قال بان تامين لمن نامومي يحوله قارئا وان لم يقرا. وعليه لقيت متكلس مع ائمه الاجتهاد ويعرف لان احنا ما نصلح ما هو ننبور. عقورنا مثلت نعرض على عقول المستنبطين له ما يقبو قاع من ادله الوحي. شي لو فكرت طيلة عمرك ما تجي تكتشف ذا اللي يروق مني يشوف من بليدات ما تعرف مني. وعليه قالوا هذا ما يجي هذا. قال قد اجيبت دلت على ان التأمين على قراءة الامام كاف. وقالوا لا صلاة
قالوا ما اللي فيه رواية أخرى؟ إن قولت النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا قرأ بفتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. قالوا الخداج هي الدابة التي يأتي ولدها ناقصا ما خلقت ما هي تام. قالوا هذا دليل على النقصان وليس دليل على البطلان. هم فاهمين ولا ما أكون فاهمين؟ وعند أبو حنيفة سقع هندسة هندسة يقول على أن القرآن الزروت الاثنين ما أنه عنده زرين واحد منهم ما يعاير عليه ولا يختلف فيه ولا تختلف فيه تكثر. والحديث زروت الاثنين يقدر ينقطع شهور. هذا لا عبارة بالحسانية غير يقدر ما هو واضح يا. أن القرآن لفوه محفوظ ومعصوم قطعا يا كلام مولانا. والمعنى هو اللي يختلف فيه العلماء. والحديث يختلف العلماء في لفظه. هل لفظ هذا اللفظ هو اللي مرق منكم النبي صلى الله عليه وسلم عبر الصحابي عن الحديث بالمعنى؟ فيختلف في لفظه ويختلف في فهمه. والقرآن لا يختلف في لفظه وإنما يختلف في تفسيره. قال لي يتعارض للمقطوع به من أحد الوجوه والمختلف فيه من الوجه الآخر. إني عارض للمشكوك فيه لفظا ومعنى ما قد قيد به عمومات المحفوظ من جهة مطلقا. وعليه من يقبل فيه النوع من النقاش وعليه يعتبر أن يقرأ ما تيسر منه أنه واقف عنده نيني شيء الصراط والفاتحة ما هي واجبة لا على الإمام ولا على الماموم ولا على الفذ. وهذا أبو حنيفة رحمه الله ومعه طائفة من أهل العلم ما هو واحد مري لعل تقوله ما دام إلا أبو حنيفة لبس. أبو حنيفة كان إذا جادل أحدا في الحائط إني نتناقش معك في الحيط من الطين ويقول لك إنه ما هو من الطين يا قلبك يا قلبك شيء ترعبي رحمه الله. يقول إني ناقش مع أحد من العلماء نقطة ثالث النقطة شنو النقطة اللي كنت أقول فما قال على أن الوحي هو الكتاب والسنة هو أصل الشريعة. الشريعة كاملة جاية من أصلين القرآن والسنة. اللي جاي من شر النبي صلى الله عليه وسلم يختلف فيه العلماء من جهتين. مرة يقول واحد منهم هذا الكلام ما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الراوي وله فم النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا الحديث مرة يجاب له ومرة يرويه الصحابي معناه ما أضبط الكلمة بلفظها يا غير شام معناها اللي يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الناس عرب ويعرفوا معنى الكلام فإذا عجزوا عن لفظه أدوه بالمعنى. القرآن ما يقدر يجاب بالمعنى يجاب الله باللفظ فهو محفوظ في لفظه ويختلف في معناه. والحديث يختلف في لفظه ويختلف في معناه. يعني ما دام القرآن عنده شيها مذكورة ما بيطري وهو لفظه قطع كلام الله واللي إنما يختلف في معناه. إن هذا إذا تعارض مع المختلف في لفظه وفي معناه يقوى عليه ما اتفق على لفظه وإنما اختلف في معناه. أمن تحت أبو حنيفة رحمه الله لاحق درجة من الذكاء فمعي يبجاه واحد شوف ذا الاستنباط وقالوا على أنه قط مرت عليه الصرة. سمحوا لي أنا نقريكم فرائض لوضو يا غير ذلك ناهي نقريكم ملي الصرة أخرى من مشاكل لأن نجيب عليها بيالي الزمن اليوم عادش منا يقرأ حديث ويقرأ آية ويرقب راسهم عن تقول لك لما هو صحيح. هذا قال مالك ما عنده قاعد دليل. قال له انت عويلي انت ما لك فاهم قاعد دليل الى غادي ينطرح لك الدليل انت عويلي وحد عويلي ما هو يفهم لان هذا ما هو مستوى. وهذا يسمع هذا الناس يقول حا ما هم مرضي يجيب لي دليل وخليني من هذا مشكلة كان يجيب تقول لك اذا انت ما تعرف ولا تفهم الروق عليه. قالوا ابو حنيفة قد جاوا وقالوا انا قالوا كانت عندي الصرة من الفضة كيش من الدقديق النحاس والنحاس في ذاك الزمن عود النحاس الواحدة من منزلة الفوبية وهو كانت عنده الصرة من الفضة وشاف حد
إما لف خايف ولا يقبلها منه، والله حبات خايفة لي من فضة بو ينشافه جاي من بعيد بو احصر لها في بريده ويردنها فيها واستر بلدها وقام ماشي عنها على جهة من هذا إني جاهلة وما ما في الشطامع فيه فتصال معاه ومشى قال على يعود السارق ذا والله رجاجة على يشوفه شلك النهار قاعمة ما رجع لي كل بليد إني كان يقنطا من هذا اللي لعل يشوفه عند الفضة إني عاد مع الصباح والله جاي دورها ما عرف قاعد بليد اللي يردنها فيه رتبط راسه عنه وامريد مهرا حي سقليوه وهرا هي اللي مصير بيها ولا تقرب عندي وبقى لا يزقنا اللي طوال عليه التخمام جال ابو حنيفه قال يا ابا حنيفه انا عندي مشكله هون اختلك تعليقات عندك لا علاج تقولوا لي بلوغه موريتاني تحجب لي وبلوغه ابي حنيفه تقول يا انا شرواتي مصير بي من حي سوقات في الروايه قالوا عندي الاقبال شي معلوم فيها قال له شنو قال له تمشي الليله وتبات قايم الليل ليلي ما تقايم الليل لا ترقد فمن لا صلي لمولانا عدر طهارتك وبات الله قايم الليل وصلي نية صباح الصبح إذا أجبرتها زينة وعنك بعد إذا أجبرتها لا تصلي مع قيام الليل وإذا قالوا ما أجبرتها مولي مع الصباح تعالالي المهم اللي خلقت تعالالي به مع الصباح قالوا إلا ليلة واحدة والله شو العذاب من أدمو باتك الليلة قايم تمن لا يقوم الليل السلام والله أكبر وتوه ما يقايم الليل إنه عاد من الليل تمني تفقد مارة كان ساهي عنه يريد عاد كأنه يراعي في البيدة اللي يردم فيها الفضل خاصه لا يصبح صر اللاني نتأكد انه وراه استهدى عليها وذكر ما رقع كان راقل بقى النعاس ما ادري مخليه يوقف ما وطرح رصوت كان يصبح الصبح صلى وعد الحاسه جاي محوى وجال البيدة هالي واستهدى على الصر وقضى وفوته وتم جايسة به حنيفة اللاني قعد يزره قال له يا الله حنيفة صلي الصبح قالوا مان الله رأينا حكي لك الأخبار كاملة قالوا وابدأ صليت إلى الصبح والله ما قديت قالوا مان الله قالوا يا رب من التش قالوا أنا لا تم يتقايم اللي عاد شبر الليل ذكرت ما رقعك تساهي عنها وعرفت بعد الصرة وجيت اليوم على صباح وقبوتها وجزاك الله عني خيرا قالوا لواحدين من العلماء انت يا أخي راك يا عرام يشوف قابوا مني قالوا ما يقابوا من حديه إلا بزادنا العلماء يستنبطون الأحكام هو يستنبط قاعد ديارة حتى قاد يمشي يستنبط مع العلماء في الأحكام ويزيد عليهم منه يعرف مشاكل الحياة من خلال الآية والحديث قالوا له يا قابوا مني قال لهم رأيت حديث صحيح في البخاري يكسع البخاري ما هتخلق قاع قال لهم في الحديث صحيح انه اذا دخل الانسان وتهيأ الانسان للصلاة واقام الصلاة انه يسرع في الصلاة لا يزال الشيطان يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى اذا علمت من هذا ان الصلاة تؤدي للشيطان يشغل قلبك بتذكير بما نسيت وانت قال له نسيت اخترتك تبات قائم الليل ونعرف ان الشيطان دور يصبر عنك كول الليل ان يعرف انك اتراهي تلحق والمستغفرين بلا سحيري دوري خرص يا كان اشبه تصلي والله اشبه تستهدى على الصرة كانك تبكي قاع ودوري خليك ترقد ويفتح لك المجاء وعارف ان الشيطان دوري قاطع لك عندك الحق ما تعدد في الروي العلماء يقرؤون الحديث للأحكام والنبي لم يتكلم به الأحكام والراجل يقرأه ويفهمه الأحكام ويستنبط منه المشاكل لحلول العصر مشاكل العصر هذا من غرائب استنباط هذا الإمام علي ولا ابو طالب شوف استنباطات ما هو علي عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس جاء واحد والديده يكسع الفتنه بين علي ومعاويه علي ولا ابو طالب من بني هاشم قريب عبد الله بن عباس ومعاويته من فخذ ثاني من قريش ومتضايقين يكسع في زمن خلافه جاء حد توصوله قال له يا ابن عباس ظاهر لك ان هذه الفتنة اللي خلقت بين علي ولا ابو طالب ولا عمك هو معاوية رضي الله عنهما ايهم لا ينتصر فيه قالوا لا ينتصر فيها معاوية قالوا بأي دليل قالوا من القرآن الناس اللي يقعدوا معاه يكتشفوا لك يا كان اي معركة خلقت يكتشفوا لك من دينك قالوا واخر اللي علم الله يتصر قالوا لا معاوية لا يغلب قالوا والعمي علي ولا ابو طالب قالوا من اين جئت بها قالوا بيجل معاوية يطالب بالقصاص لعمه عثمان وعثمان قالوا قتل مظلوما وهو يطالب بدمه
وأنا قالوا قرأت في القرآن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما وقالوا وعثمان قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا أي حجة وقوة ومعاوية قالوا يتكلم باسم عثمان والقصاص له قالوا تلب الهمولان فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا وما أرى قالوا منصورا إلا ترفرف على رأس معاوية واخر اللي قالوا أعلنوا ما دام مطالبا بالدم والقصاص لعثمان فإنه سينتصر فدارت الدوائر واحتدم القتال وانكشفت المعارك فإذا بمعاوية يغلب وإذا بجيش علي يهزم الناس يفهمون من كلام الله ما لا يخطر ببارحة هذا النوع حد قرص جنباطات أهله يتقي الله في نفسه ويتقي الله في المسلمين فلا يكون هالكا ويهلك غيره هذا ما هو مجال كافيك لا قريت فهمهم ورزقك الله فطنة بحيث جدت عرف من جعان وأما أنك تهمك التطاول وترها كيف وقد عبد العباد ومات العلماء وهم يعبدون الله على أساس فهمه واستنباطاته جنت اليوم في القرن العشرين لا قراءة ولا دراسة ولا توفيق ولا تقوى ولا نور إيمان ومع ذلك تتطاول على أهل المعرفة والأفهام هذا من الجهل والغرور حد يتكايس اسمعوها يا شباب واسمعوها يا كهول واسمعوها يا شيخ زنقرة قاع ما نعرف شين قال كانوا شباب ولا كهول إذا فرائض الصلاة النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها وقراءة الفاتحة إماما لا خلاف فيه مثلا في الجمهور بعد وحدك لا خلاف أنك لا بد من تقرا الفاتحة تصلي وراء الإمام وراء الإمام قد تقرا وقد ما تقرا وحد بعد يا أخوتي صلى وراء الإمام إن فات الإمام قرأ الفاتحة يا عمرو قاع ما يسكت أقرا أنت الفاتحة تحتاط في دينك ولا في مشكلة ولا عاد حياك حد ما قراها أزمد فمك عنه فقد سئل محمد بن القاسم محمد بن القاسم بن القاسم القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة الذين تدور عليهم الفتوى في المدينة القاسم بن محمد جبل من جبال العلم والتقوى سولوا حد مرة قالوا من درى حد قرأ الفاتحة ما بسم السابقها شتقول فيه قالوا ما يخصر قالوا من درى زاد قرأ الفاتحة وبسم السابقها ينصات حد قرأ الفاتحة وسمى بسم السابقها الشيخ لقل صلاته قالوا ما يخصر جاء حد قالوا من درى قال ما بسمل قرأ الفاتحة وتوه ما سابق تلبس ملكي مالك مثلا المالكي قالوا ما يخسر قالوا انت تقول انه ما يخسر شو ما يخسر شو شو قالوا لي من هماته هو يبسمل دور في يوم القيامة قدام واحدين من الصحابة كانوا العدل ذاك واللي منها كان ما يبسمل اللي منها كان يبسمل قدامه قالوا بعض أصحاب رسول الله واللي منها قالوا ما كان اللي منها يبسمل أمامه من يقتدى به من أصحاب الإسلام واللي منهم ما كان يبسمل أمامه بعض أصحاب رسول الله ما كان يبسمل وطريق قالوا له يجي قدامك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما ينخلع حد يعلم له هذا أولكم مونك إلى قريت قدامك واحدين من أجلاء أهل العلم ولا ما قريت قدامك واحدين من أجلاء أهل العلم حالي لا حد مفركس أهل العلم من اللي حق ما هم التشبشابة ما تعرفوا التشبشابة أيوه بسم الله يقول يا قد بسم الله الرحمن الرحيم الفول قالوا الشيخ عبد الصالح إله في الأرض الإله قالوا الشيخ عبد الله يولد أداه أنه كان مين يقدم لي حد بن عاشر وقل له وكرهوا بسملة تعودا في الفرض أنه كلمة وارفة حتى كائسة ملس يقول له قال لك إنه اللخلة ما يبقوا البسملة ولا يبقوا التعود قدم قال التلميذ له يوقفوا عندك يقول له قال لك انه اللخلة ما يبقوا حد يبسمل ولا يبقوا حد يتعود يقبل قاع يضيف له اللخلة يقبل بعد يبقى يفطره على ميك الطريق هو ما هو شاب أخباره إنما يظهر له الطريقة مطابقة ما تجر الدقيقات ولعل حد يهم المشاكل يقول له قلت لك قتاش قال يقول له وكرهوا بسملة تعود
قلوا قال لك انه الاخره ما يبقى حد بس ما يبقى حد يتعود. هذا كلام مطابق ومتكيف، حد ما هنو قادي فيه للفقايع قد لا يتخطاه، معناها ما هو مقتنع وتوه بيك الرواية. لا يقولون هذه كريه وكذا، انها امرها خفيف، كراها مذهبية ولا تورط. بيا شو يعني تصلي قدام الناس وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قام واحد يعيط صورك سبحان الله. حتى سبحان الله انت تم صلي صلي تقول السلام عليكم يتبرم عليك يقول لك يلا سيد شنو يقول يا غنطي امرك من اهل الاخلاق الا بس مرتش فيها الفقعات. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تليت انت ليت امرك لمسيني امرك من اهل الاخلاق. إذا جيتها من بسم الله الرحمن الرحيم يقد يحتج عليه يقول له شوف ورش انت قول له تقرب قرآن انت سامع الضرس هو قاع ورش ما امام ما هو سامع الضرس. قول له رواية ورش عن نافع لأنه بعد كل سورة سابقة بسم الله الرحمن الرحيم وانا هنا قرأ الفاتحة وسورة ويلا يبسمل سابق. قراءتك تأمرك بأن تقرأ بالبسملة. قال الشراح خليل ان حد لا هي قرأ الفاتحة وهو رواية القراءة اللي عنده فيها البسملة انه قاعد يقرأ بالبسملة ولا يبالي ولا في حد يسميه ما يفتيه بالفقه يفتيه بالقراءة يجيه من شيء يجيه رواية القراءة. ولين يقول له انت تعوذت يقول له لا بي اللي قال القرآن واذا قرأت القرآن فاستعذ. طبقت القرآن وطبقت المقرأ وطبقت الرواية ماشي عليها يا اخو اعطيه العافية. الى اما اللي ما عذرت هذيك اختلاف العلماء فيها من جهة رواية الحديث اهلا وسهلا والامر واسع. اما انتم انا ما هو قاعد يسكن فيكم معناها ان ما تخالف بين مدى الامر واسع. ثم القيام والركوع والسجود بجبهة والرفع منهما بجبهة والرفع منهما يعود. ثم اللي قدم كلمة ثم القيام يا رجل لابد من جوابك عند قراءة الفاتحة وعند تكبيرة الإحرام عدى كان واجب. لابد من ورائك تحط أحكام ركابي واجب عليك ولابد من ترفع راسك من الركوع ولابد من تسجد ولابد من تقعد ولابد من تسجد ولابد من وجه واقف بهذه هي الركعة الأولى وافعل ذلك في بقية صلاتك كلها. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصحابة وانتقل إلى ربه وهو يصلي بهم وقل لهم صلوا كما رأيتموني يصلي. يوقف لين ما يبقى منه فلك ما تبقى منه فلك ما استقمت. وهم بالمناسبة لابد لي من نوقف شوي واخلع عنا المسجلة ما تنقل الصورة الفعلية تنقل الله الكلام. شوفوا خارج من الوقيت ايه ترى له يصلي طيب تصراط هو مدنكس طيب تصراط وبنفسه ما وقف يعني وهذا جاهل منه وكم من مرة تشوش والحاج يصلي وراء إمام وهو قاع ما هو واقف باطل وقفته كما أمره الله. هذه جبية وتدليت الرأس منهى عنه. المطلوب شنو انك توقف وتشق رأسك يريد كل فلكة منك ترجع لبلدها وتوقف كما خلقك الله. السورة الحلقة مولانا بها ترجع واقف كيف وقف الدبوس مسجمة ما فيك ثانية. وكثير من الناس يعدل الله أكبر جابي قاع يقول الله أكبر وتمليك جبيب راسه مدليه وقاشه شهانيه اللي يكفي تصره هو موقف وقف سليم. هذه هيئة خطيرة جدا في المسلمين اليوم لا تكاد تجد واحد يقف مستقيم. إذا يوقف لقاشه وكبر تكبيرة الإحرام وعضو أصبعه يتناور معاونيه والله قال لي شوي ولا يغفر يرجبهم قال بعد ما يمشي قاعد يبطل الصلاة ولا يضر. يلا يناورهم مع اصبعه ويقول الله اكبر. يعدل القبض لانه ثابت. ولا شفت حد حياك يسدل لا تسميه. السدل معناها طليص ليدي. وهو اللي عليها فريت فقهاءنا في موريتانيا. شفت فقيه حياك والله حد مدل لي ايديه لا تنكر عليه. ولا عدلت فانت لا ينكر عليك لا عدلت القبض.
لأن القبض مذكور في القرآن، فصل لربك وانحر. قال علي كرم الله وجهه أن انحر ليك معناها ضع يدك اليمنى على اليسرى، أنه هو القبض. وفي موطأ الإمام مالك الذي توفي وهو يقرئه لتلامذته أنه من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. توفى مالك وهو يقرئ لتلاميذه القبض. الصدر من دركان وما منكر بها اللي نقل عبد الرحمن بن القاسم عن مالك في المدونة، اعلن سأله عن القبض في الصلاة، قالوا من دركان قد نقبض في النفل، قالوا هي وكلام الخليل فيه يدل على انه ما فيه مشكلة، ان القبض ما فيه مشكلة. وقارب دسوق الشرح الشيخ علي ان من فعل القبض السنان معناها متبع في السنة فلا حرج عليه ولا لوم. لعل يقول لكم ما هو في كتبنا ولا هو قالوا فقهانا، قولوا ما تدخل الدسوق على الشيخ علي على المختصر اهداب المندوبات والقبض، قال انه من فعل القبض استنانا اتباعا للسنة فلا لوم عليه. قولوا هذا كلام كتبكم ما هو كلام حد هان، يعني لا قاسوها من الدليل واحد، ولا قاسوها من جهة الرواية المنقولة عن مالك، نعم هذا في موطئه، ولا قاسوا الشراح الفقه رائي شاهد من أهلها. هي ما يتصل حد الأخبار، يا أهل القبض تكايس مع أهل السدر، ويا أهل السدر تكايس مع أهل القبض. متى تتعايش ورحمة وتتكايش ليه تتفاهم. وين يفوت يقرأ الفاتحة ويقول الحمد لله رب العالمين ويتممها ويجيب السورة، يحكم ركابي يقول الله أكبر وخارج من الوجه يقول هل يفوت يحكم ركابي، وهي يا الله أكبر يمثل من هذا الكامل من عند من انت اللي هي تجبه تقول الله أكبر، يا تعود شريفة التقاض يا كامل مشغول بذكر الله، لعل تبقى تلك من صلاتك ما فيها ذكر مولاه. قل الله أكبر وانت من حط قاض ناخذ ركابي، خارج من الوقت هني يحكم ركابي، شوفوا خارج منهم عدك الله يخرص أهر البوتيك، هني يحكم ركابي هي رقب راسه عود مشوك براسه. هذا ركوع المستكبرين ما هو ركوع مد على بابه، وكثير من الناس ركوع ذنب. مرة قاع شوف مرة قاع يود الله عامل هذا، هذا النوع ما هو ركوع له خرج منه. معنوا بعد من ناحية اللغة يقولوا على أنه الركوع هو الانحناء، معناها تعود قويت شوي، وأنه ما مشترط فيك تطرح يديك على ركابي، ولكن بعد اللي ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه يجب يمين يمكن يديه يعود حاكم بهم ركابيه، ويقاد ظهره ليتعود إلى أقبل صقدة حملان من الماء وطرحته على ظهره ما يدفل بشدة تقاد يظهر، ويعود راسه ما هو قال وعقابه ما هو قال بل مستوي، ألا يقول أنه مقدر أن مقدار ظهره مع راسه. هذا هو هيئة ركوعه صلى الله عليه وسلم. تحت مركبك أن يسكن كل عضو منه تسقامك، لكن أنت متسقى من قالوا الاعتدال، وسكنت أعضائك إن قالها الطمأنينة، الطمأنينة معناها السكون، والاعتدال معناها أنك أنت تعتدل معناها تجيب الخلقة الخلقة الله عليه. هل تحكم ركابي تقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات هذا هو قلبه ونحو يالك، هل تفوت عدلها جواقف يقول سمع الله لمن حمده، خارج منها يقول له سمع الله لمن حمدا معدلها نون، ومرة يقول له سمع الله لمن حمده لا هي يحسب بالفرنسية ديه وشي من فيه سمع الله لمن حمده، يا الله عصم يجيب لها فم ردة ما هي ديه ولا هي ديه لمن حمده، وش مجلسه ولا فيها النور. إلى عاد هو وراء لما قال يا سمع الله لمن حمده، يقول هو ربنا ولك الحمد، ولا قال اللهم ربنا ولك الحمد سليمة، كلهم شاسية وكلها عند وجه. ايه ونين شيء ترافع راسه فقل سمع الله لمن حمده جوابه في الدار كما خلقك الله، شو مر وجهه يقول سمع الله لقعود كان حق مرقبه جواب سمع الله لمن حمده ودورك تحاول ليس هذا هو الطمانينة ما خلقه. ومرة قاع يقول سمع الله لمن حمده ويسمى الله فيه ثانية هام ويرجع، هذا كل صراط ما يصالح يا عباد الله. يستجد معناها يطرح جبهته على التراب والله على الافراش، انتبهوا معي واسكتوا، يطرح جبهته ملي يسجد يطرح جبهته، والاساسي في السجود بالنسبه بعد للراس جبهتك،
الكلبية من خنافرة، لأن الخنافر فيه قول نقاع الصراء السجود الصخ من دونه يا غالي شبه أكد من الخنافر. يا الله دينكم الاثنين ولكم السجود التام، فقد كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليهما هما الاثنين. ولأت بعد تصيف الرواية والله شيء جبهتك لابد منها، وراه لا تكشح على التراب ولا تكفها، أطرحها بالشور وقالوا من حكمة مولانا، من حكمة مولانا في أنه يآمرك منك تدير يديك حدان وقت تعود في سجودك ياك تخفف عن جبهتك، لو آمرك بيل بأنك تسجد ويديك صار معاك تقول تشب على الأرض ويطيع وجهك، يا غير عدلك تسجد على ركابيك ويديك ياكي خف الأثر على جبهتك. والله ما فهمتوه. إذا يطرح جبهته على الأرض والله على الفراش ويدير معاها الخلافة، هذه هي الهيئة الكاملة. واختلف العلماء إذا اكتفى بالأنف دون الجبهة أو الجبهة دون الأنف من دركان وجد أي هو صح. الجبهة أقوى أنك ينتعد الجبهة خلقة الخلافة راحة، يا غير اللي تم لك الرواية وتمرق من الخلاف جير شبهتك ودير خلافة وجي ثابت في أعضائك ما تريحرك منك عضو، وقول سبحان ربي يا الأعلى سبحان ربي يا الأعلى سبحان ربي يا الأعلى، وراهما بعض الجهلة وتصنة الواحد ساجد بزرة يقول سبحان ربك الأعلى سبحان ربك الأعلى، يا خاسر شمن الخسارة إن يقسم على اليهود يجبر ضرعته سبحان ربك الأعلى، هي إن قال لها سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، اضحاك مركبي يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات على الأقل، وتقد تعدلهم 25 مرة. كان النبي لما يفوت حاك مركبه قد اللي تقد تكررها أكثر من 25 مرة، وتقد تقول سبحان ربي الأعلى 30 ولا لا. وقالوا عليها دليل أنه لما نزل قول الله تعالى سبح باسم ربك العظيم قال النبي لما الصحابة اجعلوها في ركوعكم، يسبح باسم ربك العظيم عدلوها في الركوع، علمكم يقولوا سبحان ربي العظيم. وهي ورايك نزلت والله في زمن آخر نزلت قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال لهم اجعلوها في سجودكم، جابوا عادوا يسجدوا ويقولوا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. إذن هذا كل مدكر، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وقوموا لله قانتين وقياما وقعودا وعلى جنوبهم. انظروا من هذا مجموع أركان الصلاة، تسجد لي تطمئن ساجد من ثم ترجع إليه تقعد ويرجع كل تلك من نكبة مستقيمة، تطمئن معناها تسكن، من ثم السيد السجدة الأخرى وعدل الله من ثم ارجع ومن ثم موقف وعدل بقية صلاتك بهذا الشكل كما فهمتم. فهمتوا يا الله ما فهمتوا؟ ما فيك ثانية ولا فيك تبعريص وخارج من الوقت فوت عليه الصلاة هو يتعي ألا يزقنا ألا يزقنا ويصب على كرعيه، وهذا يا عباد الله يمشي لني في السد الصلاة قد ما يصال. لا فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ ايه طيب يعود صلاة العصر بجوني سولوني عن مندرة ومندرة سولوني عن لايحة مندرات بارك ما قد ندخل ياك فيها لا يقطع لي يشوش علي تابع. نعم بسم الله آمين. جدا بيته كما يضبط الهاء عود ركعة بعد عاتمة فاصلة أنه عاد وراك نقدر رقيش عيها بقية صلاة إن شاء الله نعود من الليلة عدنا نقدر نصلوا ولا أبتنا ما اللي يصلوا ورا إمام والله ما أبتنا من واحد ينفرون ما كلا حزري حد منا بطريقة مطابقة ونتعود تختاروا الإمام والله قاع غير تعودوا تختاروا في أسماع لكم حنيني يفوت وخاو من المسيد يقول لي الله وحدكم والعاد عندك طرين شعطي هذا موريتاني ما يفتح الشيكيه بيات وليالي تفطرونها نصارى وعادوا يجيبوا المساعدات شايف هذا لك حمارة هذا الإسعاد كل حبة منه تحتها غزو فكري عارفين ان حد اعطاك شيء عاد يكون من نفسي وحد ما عنده شيء ما يكون شيء هذا مجرب وليت عود جاي صدار تختار تدعيها الى الله والله تنبهها امناتها ما هم التزمات والله ابوها منسوخ والله هما كاملين منسوخين
إن نجيهم أولا وتقول لهم اتقوا الله هدوروا يبطوه ودوروا ينادوا للبوليس ودوروا يجيموا لعياط إنها من هذا المجنون. اخبارك تجينا تقول إن التقام ولانا ايه انت اخبارك جاء من مسولك دينك ذاك عق ما عندك حنيهم انهار اللي يتعود فارقانهم اللي ما هو خالق والبريق ما ينشافوا ونجيب لهم بريقة وسقيها لهم إن انت سقيها لهم وتقول لهم اتقوا الله يقول لك الله يجازيك بخير. هذا مجرب وليالك عاد النصارى يسلوا بينات دياركم والنصارانية لا تسبله والنصاراني يتكلم بالحصانية يسلل بينات الوقيه والمجتمع به اللي فاطل على المجتمع عاد يعبدوا الدينار والدرهم. وليالك موريتاني كانت عاقلة كانوا يقولوا الله لا حصروا عليها النصارى لعل العذر بطوه ورك الصقاعة تقول لها المهم حد يحصل عليكم وراه ويقضى الباقي يقضى الله يحلم. هذا فيكم واحدين مناكرين ويا غير بلد نعرف انا على انه حق الله. اذا شفتون صيراني ماشي يسلم عفونا الله يجسم شفت جسمتوه هم اللي من اللي اعطاكم ولانا ودعوا الى الله يصدقوه كانكم تنقضوا خوتكم من البلاء. ايوه ابراد والطبع لهم سلامه مع جلوسه وضب تابعته ترتيبه بين الفرائض ترتيبه قال عن الواجب علينا الرتب بين الفرائض الصلاة في مرتبة كما أمرنا الله والحمد لله إذا تغريف لكم إلا كافي يؤكد لكم من الواجب يقال هو الحمد لله طاب عليه به اللي ولله الحمد الواحد منا يخلق ويتربى وهو يرى الناس يصلوا وهذه نعمة من مولانا يراعي فلن يعدل خاصه لا يأكد ياك ويقويه ويصلحه. الحمد لله واجب علينا الرتب الفرائض يوقف اولا الواو نجي تكبيرة الاحرام ونكبروا نقراوا الفاتحة نكبروا نحط مركابين او نرفعوا الا نهيئتوها نرسموها بالطريقة تعدل بالصوت ما نجوها ما نعاقبوها ما نجيبوا السجود هو الاول ونجيب الركوع هذا الا الهيئة اللي صلوا كما رأيتموني اصلي. هي بقول هي اللي يقول معاشرة ترتب ادائي في الاسس ترتب الاركان كما جاءت من عند الله. ترتيبه بين الفرائض وسن إقامة والسورة التي تعيش قال إن الصن الفرائض راه ما قاله منا وإن الله الأهل يتكلم لنا على السنن. السنن هي اللي يجب يجيبها لقاها القابلي ويجب يعالجها والفريضة تعالج الله بأنك تجيبها لعاد قد تدارك والله الصلاة راهي بطلق الأركان ما تعالج بالقبل ولا بالبعد ألا يجيبها لعاد قريب والله الصلاة بطلق والسنة تعالج في اللقاء خفيف لا ينجى بالقبل وفي اللي ينفع فيه القبل ومرحل لا يحصل فيه النقاش والفرائض بمعنى الأركان لا فيهم النقاش إلا من دارك ومرقاه والله يبطل جكام حضرك الجاس عليه سجدة لا سجدها دام عليه العياط يا إيمان بقية لك السجدة إلا يجيبها لعاد من قريب ويرجع صلاته والله يكساره بطرس يرجع وعيد لعاد قالوا لك فلان انت بقيت لك الصورة ما قريتها إلا بذلك تجيب لها القبل وتوني تجيب لها القبل كيف يا قاعد ما ترجع لها الركعة ولا تعالجها وإنما تجيب القبل تو السنة تعالج بالقبل في بعض الأحيان والركن لا يعالج إلا بالمداركة معناها بالاستدراك تستدركوا بالعجلة وتجيبوا الدارك والله الصلاة بطلق يفهمتوه حد لازم ركن ما يجيب القبل وحد لازم السنة يخرق ياك شلات مو عاد قد يعالج بالقبل مرة ومرة قاعد يقول مغني عنه استغني عنه كيف لقاه سمع الله لمن حمده والله انسى ربنا ولك الحمد والله تكبير من التكبيرات الماء تكبر في الاحرام هاي قاعد وحدها ما يلزم الا القبل ولا بقاس عليك ما لازم اكسب يفهمتوه. ايوه طيب قول اقامته ما لي قلت انه يجيب تبارك الله باركب انا معدل اني قاعد لك قلت لكم انه الحمد لله هاي الهيئات معروفه عندنا ركزت لكم الله اللي سوى عود واحده منكم ما هم عاملين به الفائده زاد شوفوا يوقف وينور ويكبر تكبيره الاحرام ويقرا الفاتحه والقيام لها ويحكم ركابه والرفع منه ويسجد والرفع منه ويسجد السجده الاخرى والرفع منه ويجيب الركعه الاخرى بنفس الهيئه ويقعد جلسه السلام ويجيب الركعات الثانيه بنفس الهيئه ويقعد في القعده الثانيه يقعد ويسلم وهو قاعد فالجلوس قدر السلام واجب وما زاد على ذلك سنه والتشهد قيل مندوب وقيل سنه والسلام عليكم فرض من فرائض الصلاه
لا تصح الصلاة بدونه. والضبع عبارة أخرجا، كل ما في الصلاة فريضة إلا ثلاثة، وكل ما في الصلاة من الأقوال سنة إلا ثلاثة، جميعا لفصلة فرائض كامل من الأفعال يكون ثلاثة. الفوز ليدين عند تكبيرة الإحرام هذا ما هو واجب، تلفاتك وقت من يسلم هذا ما هو واجب، جعدتك ما هو القدر اللي تسلم فيه هذا ما هو واجب. وفهمتوها ولا ما فهمتوها؟ والآخر كامل من أفعال الصلاة واجب، جعداتك كامل واجب، ووقفاتك كامل واجب، وجلوسك كامل عليها الجلوس اللي منه مثلا هذا القدر اللي قلت لكم وما زال عليه كامل واضح. إذا كل ما فيها من الأقوال لكامل، ما في شيء فريضة ما هو إهداف. تكبيرة الإحرام ولفظ السلام وقراءة الفاتحة اللي فصل كان من شواش من الكلام الله ثلاثة، السلام عليكم، الله أكبر عند تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، ظهر كامل من الكلام، سبحان ربي الأعلى ما هي واجب، سبحان ربي الأعلى ما هي واجب، التشهد ما هو واجب، اللهم اغفر لي وارحمني ما هي واجب، جميع فيهم الكلام سنة إلا ثلاثة والفاظ، الله أكبر عند تكبيرة الإحرام، لفظ السلام عليكم عند الانتهاء، قراءة الفاتحة هذا هو واحد واجب من جميع الأقوال في الصلاة. أصلا كاملة فيها من الأفعال واجب إلا ثلاثة، تلفيتك مسلم وفودك ليديك عند تكبيرة الإحرام، فهمت الكلام ولا ما فهمت؟ والقعدة اللي تعدل زايدة على قدر السلام أخلق هذا كامل مستثمر. إذا ثلاثة من فرائض ذيك وثلاثة من فرائض ذيك والأخر كامل مشي فيه على طول، والله ما هو داخلكم، هذا صدق طلع العدل يسكن فيكم. هذا أقول إقامة، الإقامة الصلاة من سنة الإقامة، ولكن الإقامة سنة منفصلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل وفدا من الصحابة لقتال قوم يقول لهم امسكوا عنهم حتى إذا سمعتم الأذان فامسكوا، وإذا لم تسمعوا الأذان فأغيروا، إن تسمعوهم أذنوا خلوهم، وإن ما تسمعوا الأذان في القرية صيحوا لهم. وحصل العلماء على أن الدسرة ما فيها لياء، وسمعوا ذاك الفرقان الخريف والفريق طويل ما فيها لياء، هذا لي يكثر لا في ينخشى عليه تجي الصنقة من الصحابة وتطيح عليه. إذا لهم لأنكم ما سمعناكم تقولوا الله أكبر الفوق، ما يطلعون في خيام ولا فرقان ولا جماعة مستقرة في بليدة، ما عاد عندها بليدة ينادى فيها الله أكبر، هذا شعار المسلمين. لذان حتى من نبي صدرنا هذا قاعد لذان ما هو الإقامة، لذان قال على أنك تقعد في الخلوات وتوب وتتكلم، يقول لك الشريعة أنت تقعد لحدك في الخلوات تحق عليك وقت الظهر أنت تسوق وتر والله على حمار والله على زينة دياء والحق عليك الوقت ووقف الشوط على لذان أنك ينيت عد اللذان. يقول الله تعالى للملائكة شوفوا عبدي يذن يدور حد يصلي معاه، قلوا شوروا صلوا معاه، وخرصوا لي مخلوق الملائكة يسووا الصفوف وراه، هذا من آدم دور يجبر زيلت ولعاد فيه مول ودور وطريك اللي يتمع لهم سفر ذلك، وعبدك يشهد له الأشجار تشهد له التراب ويشهد له كامل من ورثة عليك الله في تلك البقعة، ملاك حتى في الخلوات. وفهمتوه ولا ما فهمتوه؟ إلى الإقامة من السنن، غير السنن المنفصلة. اختلف العلماء قالوا من راح تصلي وراك ما قيم، فواحد قال عليه تصلي ما قيمت، قال بعض العلماء تبطل، والصحيح هو أنها لا تبطل، قال بعض خالفت السنة قال تقيت عدها تصلي ما يغلق وحدك ما تصلي تقيم، قال إذا تصلي مع الإمام كان في إقامة المسي، قال يتعود وحدك لا تصلي ما قيم، ياك تخرج من الخلاف، لأن بعض العلماء قال ببطلان الصلاة من لم يقم الصلاة. نعم ما يجيب سبه، لأنه هو ما عنده علاقة، هو نداء للصلاة تعال ما يبطل الصلاة خلافا لقومه. أيوه والسورة قال من السورة للسورة، من الفاتحة الواجب فيها الصلاة، الواجب فيها إلا الفاتحة والسورة السنة، وقال له لا قال قبيل ما هو يا الله، إنه يا الله قبيل يقول وآية، وإنه لا عبد الشيء ذا القال ما لا كيف ذا القال ابن عاشر، ابن عاشر قال سننها الصلاة بعد الواقية
قال العلماء أن نبي ما يرتقون السراء أنه هو كافي ليه أن حضرت ما يرصد بين العشاء الليلة. وقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الله أكبر. ما يجب حد يسميه به اللي أدى السنة لأنه هو أتى بآيته. وحد السنة أن تقرأ آية بعد الفاتحة. وإن السورة ما يشر ثم يتأمين ولا ما فهمته إليه تقرأ آية وراء الفاتحة ما يسميك حد. السورة ما يشر وقت منتهي. نزال عندكم انتم روحوا يقوم أحدين لأن يفارق من أسرالة يقوم متحترين خارجين واحدين مازالوا قايسين نهاية البكات وقايسين دار البركة واحدين قايسين نهاية تفرق زينة واحدين قايسين دون تنويش وفيكم اللي عنده وتم روق هل يعلق أحرار في أحد لكن ما لكم تعرفون واحد يجيب وتو يلمها بعيد لعلق أطيح من وراء التنفيذ اللي لقاش ومع هذا الوقت مازال حق وانه مازال وقتك انت الى تركب لا زغرة يدور وتفساد ومرة يمشوا عليك العين وفي عليات مسجنة صرف للي يفوتوا يفوتوا يرقلوا ويتلفر عليهم ملدى تي منين وسار قراصها مرة تكذب عليه وتقول له انا تقول انه مازال في المرصة يقول له الحمد لله عرقم اجبرت البيع ومين تقول له انه في قرى المسيد يربى دبوس في بعض أرواقيه يعذروا لهم يقولوا لهم عليهم يعني يقولوا لهم أنهم كانوا شهر المسيد يمكنوا فيهم ويقول لهم كنا لا واحدين في الشغلة يحمد مولانا لباس احنا موريتاني الخارجين غريب واحد يعني يقول لهم أنا ذاكت واحد في الشغلة حمد مولانا الشغلة هرلينا خارجة صل الحمد لله ان الشغلة عندها معناها لوبيات يعني يقول له الشغلة تحمد مولانا وتسكت ويقول نقول له كان شهر المسيد كذا قلت لك أرعامل أهل الدين حتى مليار نرعى من اهل الشياطين اهل الخزو الله يحلم ايوه انتهى الدرس الوقت انتهى استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى تربى اللهم لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم على آل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام.